صدر المكان إذا ما اصطفت العلماء نور الزمان. ثم حقه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، إذا لاحظ الإنسان من أين عرفنا لا إله إلا الله لولا محمد، كما ذكرنا لولا محمد لما اهتدينا، لولا محمد لما صلينا، لولا محمد لما زكينا، لولا محمد لما ذكرت اللسان القرآن، لولا محمد لما أتى القرآن، لولا محمد لما تكاثرت علينا النعم، كلها بواسطته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت بواسطته، هل يحب لموصوط جاء بوساطة كبيرة أن ينسى؟ لا. الحين لو حد أحسن إلى واحد مننا وكان بينه وبينه صلة الإحسان أو صلة المودة أو صلة القربة، يقول ذاك صاحبي أنا ما بفرط فيه، أنا ما بضيعه. هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم أحق بأن لا يفرط فيه، أحق بأن لا تضيع عاداته صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيستقل للإنسان أن يذكر محمد بالصلاة عليه؟ ألا يكرم نفسه؟ ما هو يكرم محمد، محمد كرمه ربه، هو ما هو محتاج من كرامة أحد. بعد ما يقول له ربه إن الله وملائكته يصلون على النبي، عدو محتاج من لسان عاصي تصلي عليه، عدو محتاج من لسان غافل تصلي عليه، عدو محتاج من واحد كذاب يتقرب إليه. النبي ما هو محتاج إلى أحد، الناس محتاجون، فما بال المسلم المحتاج إلى محمد ينسى محمد. على الآكام والقلل.